تيجي أمامية تنقطع يجري فهد الهريفي ياخذها الشريدة يلعبها لمايد مايد فاتح حصاوي السويد وين في المرمى السويد ويحطها في المرمى هدف يحطها في المرمى هدف يوسف السويد يوسف السويد سجل بعد 18 دقيقة هدف الكويت الأول ناصر الغانم رفع كورة ناحية يوسف السويد وخرج سالي مروان وحطها على على يمين سالي مروان واصبحت النتيجه بنشوفها ثاني هدف مع الكويت ده ناصر الغانم لعب كوره طويله ليوسف سويد ومعاه البيشي وخرج سالم وكان مغطي صالح نعيم الزاويه ياخذها محمد عبد الجواد ويلعبها صالح خليفه بدور فهد الهريفي ماشي فهد الهريفي مع كتنيان يلعبها للتخيفي ماسك فريق ماسك كوره احسن لصالح ثاني ماشي صالح ماشي بلوم نفسه صالح حلوة صالح بلوم ماشي 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 براوغ براوغ السويد براوغ السويد يلعبها للسنيان يلعبها للسنيان سنيان براوغ يطيح الجزاء سيب عليه تروح للسويد يطول الكرة السويد ارفعها السويد ويشتري كل الجزاء يطلعها برا عرض الملعب ودي ثالث هجمة سجلها ضمن بند الهجمات الخطرة ضربة زاوية ضربة ركنية نتيجة الهجمة ظاهرة على عادل وعلى الشمري بتعاتب وعتاب بطريقة فيها استفزازية ودي دي نتيجة انه هجماتنا فيها خطورة في ضربة زاوية ضربة ركنية لصالح منتخبنا الوطني تترفع يلا في المرمى هدف هدف السويد هدف محمد السويد هدف التعادل بعد حوالي 10 دقائق من الشوط الاول سجل محمد السويد براسه هدف وبيقول شوفوا محسن الجمعان محسن الجمعان رفع حلوة ونص الهواء السويد حطها في المرمى السويد بيقول بالهدف ده لماجد يا ماجد انت غايب اليوم وانت بتسجل اهداف بالراس وانا بسجل لك برضو اهداف بالراس ولا يهمك يا ماجد بيقول له عليهم ولعب كرة عالية تحت المرمى وتنحط المرمى هدف تنحط المرمى هدف يسجل صلاح العساوي الهدف الكويتي الثاني بعد حوالي 23 دقيقة برجع الحكم عبد العزيز حسن اسمه عبد العزيز حسن البلوشي حينفذ ضربة الزاوية سيبها لمايل الحداد جناح اليمين لعبها أرضية شالد مصبيح وراحت الشايع عن نفيسة بجيبها شايع يلعبها للسويد وبيجري محمد السويد من اليمين ويطولها لشايع النفيسة بيجري شايع النفيسة بلما شايع السنيان يوسف بلما وشوف جاء المرمى وهدف الله اكبر الله اكبر يا يوسف الله اكبر يا يوسف يا سنيان هدف من يوسف السنيان في الزاوية البعيدة سجل يوسف السنيان هدف التعادل ده يوسف وده حمود رافع وحطها على يسار الشمري ما قال يا الشمري اي حاجة شمر الشمري ولكن يوسف السويد حيوم نقص من هجمات كوريا كوريا دي بوزيشن في خطا الجوجو وشوطا نضغط عليهم نحن نتنساقا يا طبعا يعني تبدا نفوز من ذا الشارع في ميسا ما نخليها تجي تضغط علينا تتهاجم ناسا ما ننجح صح ولكن سوء الحظ ما حصلش ما كان طعم عملها من سيك بس مش دائما تحصل بصح مصر كان سلو برد في المباراة النهائية والمباريات اللي قبلها كان مصر كان سلو يعتمد على رأس الحربة وانت الجوط يسبب طوض الجوط وسينو قتيل سبي طوض 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 سينو بها سترفان انترس سينو سترفان هل اعتقد انها ناجحة؟ ساعش كيف سير؟ مين تنجي؟ وانت الجوط سينو سبي وفزر دابو مايس فورتا طوض سينو بطوض سترفان مين دابو؟ كنت من دافع كيو كان يوصل هنا تبين لا ما كان استعمل الخطأ خاصة أن سنوان كان إهاجة كمان هو ما وصل هنا تبين كنت جمعة كمان كان يمشي إهاجة لا أكيد وماجي مسؤول كل من جدا دور إذا كان حصل أنه ماجي وصلت لعبي ممتازين يعني كان فارسن بين ويظهروا دائما في الطليعة بتاع فلسطين نعم
احنا نشكر مستر كاستيلو الواقع على المركز الثاني والميداليات وخاصة انه بطبيعة الحال يعني قبل 3 أشهر او 4 أشهر فقط لا غير يعني درب الفريق. نعم. espero que no futuro a gente possa melhorar mais ainda. كما نتمنى ان شاء الله بالمستقبل نتحسن اعمالنا اكثر واكثر. Realmente o time que ela merece. Eu acho que ele merece o Hafiz, né? Da Alfarita, o Mustafa do Saúde, ele está a falar. Inshallah. طيب مستر كاستيلو ما بالنسبة للاعبين الآن الموجودين في المنتخب هل سيظلون أو أنه مستر كاستيلو إن شاء الله حيلقي النظرة على من خلال الدوري والكأس في المستقبل؟ مستر كاستيلو كل الجوادات كي اشتغلت على ماتنا في السنة في كا وسي نظام نتاع الجوادات وسي لاي كونفورم توازيزون دورانت الكامبيونات quando cheguei a seleção já estava convocado. Eu não falo muito, mas não é porque não é tão em Paris. Felizmente nós conseguimos bons jogadores. Alhamdulillah, alhamdulillah, além de estarmos, o que para nós é mais marcante. أيها الإخوة، تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم للمباراة النهائية في دورة الألعاب الآسيوية في كرة القدم عقب فوزه مساء اليوم على شقيقه المنتخب الكويتي بالركلات الترجيحية عقب تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل منهما، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس بعثة المملكة و صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز مدير عام المتابعه والمعلومات بوزاره التخطيط وعدد من المسؤولين والبعثه الاداريه للمملكه والسفير السعودي وعدد اخر من المسؤولين. وكانت المباراه شيقه بين الفريقين وارتفع بمستواها، وبهذه النتيجه يقابل منتخب المملكة لكرة القدم مساء يوم الأحد القادم المنتخب الكوري على الميدالية الذهبية والفضية في المباراة الختامية لهذه الدورة عقب تأهل المنتخب الكوري للمباراة النهائية إثر فوزه على أندونيسيا بأربعة أهداف مقابل لا شيء. نتمنى لمنتخبنا الوطني التوفيق والنجاح في مشيئة الله في تحمله للمسؤولية في هذه الدورة الآسيوية. وقد أدى ضربات جزاء كل من صالح النعيمة، محمد السويلم، حسين جمعان وشايع النفيسة، في حين صد سالم مروان الضربة الأخيرة التي لعبها معيد الحداد من دولة الكويت. ستجري غدا السبت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي الكويت وأندونيسيا. عقب المباراة توجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز يرافقه سعادة الشيخ فهد الأحمد وسعادة الشيخ عيسى بن راشد وسمو الأمير فيصل بن سلطان وعدد من المسؤولين، توجهوا إلى غرفة لاعبي منتخب المملكة
ومنتخب الكويت. وقد أدلى سمو الأمير فيصل بن فهد بتصريح قال فيه: سمو الأمير أجمل التهاني بتأهل منتخب المملكة للمباراة النهائية في الدورة الآسيوية. على كل حال التهاني هذه في الواقع أنا شخصيا أرسلها وعبر وسائل الإعلام السعودية إلى البلد الغالي إلى المملكة العربية السعودية، وأرفعها أولا إلى مقام حضرة صاحب الجلالة والله الملك المفدى حفظه الله، صاحب سمو الملك سيدي ولي العهد، صاحب سمو الملك سيدي النائب الثاني، ثم إلى الإخوة والأخوات في المملكة العربية السعودية ولشعب المملكة العربية السعودية. لما أقول لشعب المملكة العربية السعودية فهو تقدير وعرفان. المواطنين في المملكة العربية السعودية على اتصال بالليل والنهار بالبعثة، وكثير مئات من المتصلين فيني أنا شخصيا والإيمان والدعاء لله سبحانه وتعالى. أولا وقبل كل شيء بالنسبة لهذه المباراة أرجو أن أوضح أنها تمت بين فريقين شقيقين تجمعهم أواصر عميقة ممتدة إلى تاريخ بعيد جدا، يجمعهم الدين الحنيف وتجمعهم العروبة وتجمعهم الأمان المشتركة. أنا زرت مع أخي العزيز سعادة الشيخ فهد الفريق الكويتي، وأخبرتهم بأن الخاسر في هذه المباراة هو فايز، وزرنا الفريق السعودي وتفضل أخي فهد وجه لهم كلمات كلها رقة وكلها محبة لبلده الثاني المملكة العربية السعودية، بل وحملهم مسؤولية كبرى لأنهم يمثلون الجميع أمام كوريا بعد بكرة الأحد. في الواقع لا أستطيع أن أعبر بأكثر من أقول لكل فرد في المملكة العربية السعودية مبروك، وأتوجه باسم هذه البعثة إلى جلالة مولاي شخصيا على اهتمامه الفائق ومتابعته الدقيقة اليومية لأحوال البعثة جميعهم، ولا أنسى إطلاقا ما أمرني به أن تخرج هذه البعثة لتمثل علم لا إله إلا الله محمد رسول الله في جميع تصرفاتها وفي مشاركاتها في هذه الدورة. الفريق السعودي أدى مباراة كبيرة والفريق الكويتي أدى مباراة كبيرة، ولا في لزوم أشرح أكثر للإخوان كلهم شاهدوها، لكن باسم البعثة السعودية أرسل لهم كل المحبة وكل السلام وشكرا. شكرا. المفروض احنا معاكم الفريق الكويتي والسعودي اذا ما يصير هذا التنافس يستمر ولما ندور نفسنا. فيوم تغلبكم ويوم تغلبونا ولما تغلبونا بلك الف مبروك. الوعد رجال باكر ان شاء الله مباراتكم تكون بكره، لان تلعبون لنا الحين تلعبون بسنة خلاص. طلع فريق على فريق لعب بسنة. فان شاء الله نقول مبروك مقدم. ان شاء الله. الوعد رجال. بارك الله فيك. سعادة الشيخ فهد الأحمد، ما هو تعريف سعادتكم على مباراة اليوم بين الشقيقتين المملكة العربية السعودية والكويت؟ يعني في نفس الوقت نقول هارد لك لنا ونقول أيضا مبروك لنا. هارد لك للفريق الكويتي على خسارة، ومبروك لنا على فوز المملكة العربية السعودية. احنا الآن في دورة آسيوية، وأي فريق عربي هو يمثلنا جميعا كعرب، وأعتقد أن الفريق السعودي الآن أصبح ممثلنا الوحيد على الساحة الكروية بعد أن خرجت كل الفرق العربية. فإحنا نقول إن شاء الله وبتوفيق من دعاء الأحبة في دولنا في المملكة وفي الكويت وفي الخليج وفي العالم العربي إن شاء الله يستطيع الفريق السعودي أن يحرز الميدالية الذهبية، لأنه صاحب باع طويل في هذا المجال. ولا ننسى أن الفريق السعودي بطل آسيا وحامل لقب بطل آسيا حتى هذه اللحظة، والفوز على كوريا ليس بغريب عليه، فقد
اي نعم فقد سبق وان فاز على سوريا في مباراة شيقة شهدها وشهد لجميع الناس المهتمين بكرة القدم. فمثل ما قلت لك يعني احنا في نفس الوقت نقول هارد لك وفي نفس الوقت نقول جود لك، وهذه الكرة فيها فايز وفيها خسران، والتنافس التقليدي ما بين المملكة وبين الكويت في كرة القدم هو اللي يعطيها الطابع الحماسي، وهو من خلاله نستطيع ان نطور كرة القدم ليس فقط في دولتين شقيقتين وانما في دول الخليج. واعتقد ان عشاق كرة القدم الان في البلدين اخذوا واحد ياخذ بالمسار في مجال الكرة. فقبل اشهر كانت دورة او قبل سنة كانت اسيا، وبعدين كانت دورة الخليج وفازت بالكويت، وبعدين عادت المملكة وفازت. فهذه مدة كرة القدم انه ما في واحد دائما على القمة، انما اللي يعمل ويخلص لها الكرة يستطيع ان يحقق نتائج. المباراة كانت شيقة فعلا، البطل حالي لآسيا وبطل سابق لآسيا، لكن احنا اللي همنا الان انه ندعي كلنا جميعا ونوقف مع بعض وراء كل لاعب من هؤلاء الابطال علشان مباراة بعد بكرة، وان شاء الله حصل الشرف بتقديم الميدالية الذهبية حسب ما هو على البرنامج. والان اخذنا وعد من اخواننا اللاعبين وهم دائما الرجال عند وعدهم، ان شاء الله نلبس اللاعبين الميدالية الذهبية، وان شاء الله نشوف علم لا اله الا الله محمد رسول الله مرتفع والنشيد الوطني السعودي يعزف ان شاء الله وتمنياتنا للجميع. بهذا انتهت فقرات رسالتنا التلفزيونية لهذا اليوم، تحية لكم من وسط الإعلام.